مساء الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة من برنامج الظهيرة اللي من خلاله بنقضي ساعة حلوة وجميلة مع ضيوف وفقرات نتمنى أنها تحوز على إعجابكم. لكن قبل لا نبلش في مشوار حلقة اليوم، خلوني أرحب في زميلتي المتألقة دائما نجلة. نقولش مساك الله بالخير. شكرا عبد الله، مساء النور وحياكم الله مشاهدينا، مشاهدين تلفزيون دولة الكويت وبالأخص برنامج الظهيرة. اليوم عندنا باقة منوعة من التقارير والمواضيع باللقاءات اللي نتمنى أنها تحوز على رضاكم دائما. أكيد طبعا نجلة، اليوم قبل الهوى كنا ندردش أنا وياك عن الفن وشلون أن الفن الكويتي من خلال الحركة المسرحية والدرامية متسيدين الساحة وبقوة في السابق والحاضر نجلة. يمكن بإذن الله إن شاء الله. طبعا عبد الله، الكويت دولة رائدة في عدة مجالات من ضمنها الفن ومن أهمها الفن. وطبعا ما ننسى الأعمال المسرحية اللي طرحت قضايا وايد مهمة للمجتمع. صحيح. وما ننسى الدراما والمسلسلات اللي أيضا ناقشت وايد حلول. أكيد نجلة، دامنا تكلمنا عن الفن والدراما وهالأمور، عندنا تقرير عن أحد الأعمال الفنية الجميلة. خلينا نرجع شوية للماضي، نستقبل من بعد هذا التقرير نستقبل ضيوفنا. اليوم في الظهيرة الدكتور عيسى العيسى، والحديث عن غابة الكويت الأولى سارة الهاشمي، واللي بتاخذنا رحلة في عالم الأزياء والخامات. عبد العزيز المجيبل سفير عالمي لرياضة سبارتن ريس العالمية. تحدي، مغامرات وصعوبة هو عنوان رياضة السبارتن ريس، واللي قرر من خلالها بطلنا الكويتي عبد العزيز المجيبل إنه يكون سفير لها. سباق سبارتن، رياضة مستوحاة من ثقافة المحاربين في سبرتا القديمة. كابتن عبد العزيز، حياك الله معانا في الظهيرة. عودة لكم مشاهدينا، ومثل ما شفنا في الانترو منو ضيفنا حاليا. تم اختياره كسفير الرياضة للسبارتن ريس، وهي أحد الألعاب الجماعية الصعبة في جميع مراحلها. راح نتعرف عليها أكثر ومع ضيفنا بطل الكويت الكابتن عبد العزيز مبارك المجيبل. حياك الله معانا يا بطل. الله يحييك وشاكر لكم الاستضافة الطيبة هذه، وإن شاء الله يعني نفهم الناس شنو هي رياضة سبارتن ريس. عبد العزيز، نورتنا وشرفنا اليوم في حضورك وقبولك الدعوة في برنامجنا برنامج الظهيرة، واحنا من خلال برنامجنا دائما نسلط الضوء على المواهب الشبابية اللي لها انجازات، ألقاب ما شاء الله تبارك الرحمن، شاركت في بطولات خارجية ومحلية. بالبداية قبل لا نبلش في مشوار الحلقة والأسئلة، خلينا نفهم المشاهد شنو هذه الرياضة، شنو السبارتن ريس؟ يعطيك العافية اخوي. لعبة سبارتن ريس هي لعبة تخطي الحواجز. بتعتمد الرياضة هذه على موانع يجتازها اللاعب في الكورس نفسه أو نفس السباق. يقسم السباق هذه إلى فئات مختلفة، في فئة 5 كيلو، في فئة 10 كيلو، في فئة 21 كيلو. كل سباق في له الحواجز اللي خاصة فيها يجتازها اللاعب، وزيادة على ذلك أن الرياضة هذه متواجدة بكل دول العالم، فالسباقات مختلفة تكون حسب تضاريس الدولة. كل دولة لها تضاريس معينة، لها الصعوبة في اجتياز يمكن الغابات والأنهار والصعود الجبال، هذا كله اللاعب. يعني احنا هنا بالكويت دولة صحراوية، فعندك تسلق الركض والجبال وهالأمور. بالضبط، بس دول برا غير تفرق. بالضبط، يعني الكويت يمكن طبيعة تضاريس أرض نفس ما قالت أختي أرصيدة. صحيح. بس لما تنتقل تروح إلى الخليج مثلا عمان، تلقى فيها التضاريس تختلف، فيها جبال. لما تروح أوروبا وآسيا تلقى فيها هم تضاريس صعبة وايد، خصوصا الغابات، الجبال الصعبة اللي راح تكون موجودة. زيادة على كذي في حواجز تحطها منظمة
أساس اللاعبين يجتازونها. فهذا كله توليفة حلوة من الصعوبات اللي فيه اللاعب يتحدى نفسه ويتحدى يعني يتحدى غيره في هذا السباقات. واضح، وتحتاج لياقة عالية، تحتاج الاهتمام بالصحة. لأي مدى فعلا اللاعب اللي يحب يشارك أو يكون جزء من هذه المسابقة وهذه الرياضة لازم تكون لياقته عالية؟ شنو تسوون؟ شنو أهم الخطوات اللي تتعايشون معها يوميا أساس تحافظ على لياقتك؟ يمكن لعبة سبارتن ريس هي لعبة شاملة. اللاعب يكون عادل عدة يمكن قبلها بسنين طويلة. أنا عن نفسي أنا يمكن يعني كنت أعد حق السباقات هذه من 2017، دشيت 2018 إلى اليوم. أنا تقريبا في السباقات مدرب، سفير فيها، ممثل عن دولة الكويت فيها، ناس ما تفضلت. يمكن السباق أو اللاعبين سبارتن ريس يختلفون عن اللاعبين الباجين. لازم اللاعب يكون أول شيء ملم بالصحة، لازم يكون صحته زينة من ناحية الأكل، من ناحية ممارسة الرياضة، ممارسة الجري، شيل الأوزان أو ما نقول البادي بيلدينج، هو الفتنس أو حمل الأوزان مقاومة. هذا وايد يساعد اللاعبين في الإنتاج الزيادة في هذه النوعية من السباقات. السباق شاق بس بنفس الوقت الإنسان يتحدى نفسه، يشوف وين ممكن هو يوصل بطاقته. صحيح. فهذا كله يحتاج إلى يمكن تجهيز قبلها فترة طويلة. عبد العزيز، إذا سألتك قلت لك شنو مقومات لاعب لسبارتا؟ يعني اليوم ما في عمر معين، في بنية جسمانية معينة تحتاجها لهذه الرياضة، شنو المقومات الأساسية؟ الكل اليوم الكل يقدر يشارك بأي رياضة بما فيها سبارتن، بس عشان تدش اي رياضه لازم تكون مؤهل انك تجتاز يمكن هذه السباقات باحسن او افضل فورمه اللي تقدر تخلص فيها السباقات او انك تحوز على 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 مراكز فيها. لازم يكون في وعي في عند المتسابقين. اليوم انت متسابق، ما راح تدش سباق شاق تختلف فيه تضاريس، تصعد فيه جبال، تشيل فيه اوزان وانت ضعيف او ان انت مو مجاب صحتك او تغذيتك. لازم اللاعب يكون شامل من حيث التغذية ومن حيث الجسم ومن حيث اللياقة. صحيح. لازم يمر على هذه الجوانب هذه كلها او انه يغطيها كلها عشان يجتاز هذه النوعية من السباقات. ممكن الانسان يروح يجرب هذه السباقات على سبيل التجربة، بس اذا اليوم تبي تنافس وتبي تمثل ديرتك في احسن المحافل لازم تكون عادل عدة بهذه الجوانب هذه كلها، من صحة، من رياضة، من تغذية. هذه إذا جابلتها راح تحوز يمكن المراكز العالية فيها، وإحنا قاعد نشوف اليوم الكويتيين متميزين في هذه الرياضة دائما إن شاء الله. عبد العزيز، بالمقابل كنا إحنا مثلا مثل ما ذكرت بالكويت ما في عندنا هذه التضاريس، فهل أنت تفضل أنك تسافر بين وقت ووقت على أساس تتمرن، تأخذ تمارين معينة في تضاريس معينة؟ هل هناك دولة معينة أنت تحب تسافر لها على أساس بين وقت ووقت تمارس الرياضة هذه بشكل فردي لمجرد رفع اللياقة والتعود على الأجواء، ولا بالكويت الوضع تمام؟ طبعاً الكويت الحمد لله إحنا متوفر عندنا الممشى بكثرة، يعني أنتم قاعد تشوفون بكل منطقة فيها ممشى. صح. عشان أعد حق هذه الرياضة، لأن هي أصلاً تعتبر رياضة ركض جري، فلازم يعني فترة تجهيزي تكون بالكويت من ناحية الراحة، المكان موجود، أنت كويتي، متوفر لك كل شيء، التغذية موجودة، الأندية موجودة، في مدربين يعدونك حق هذه النوعية من السباقات، ممكن تعد أنت بالكويت. بس أنا يعني عن نفسي أحب أني أطلع برا الكويت، أروح يمكن الدول المجاورة، عمان، الإمارات، تقام فيها وايد سباقات نفس هذا النوع، والتضاريس هذه الدول تأهلك أن تروح يمكن أوروبا أو أن الدول هذه العالمية اللي تقام فيها السباقات. فدائما أنا أجهز بالكويت فترة طويلة، بعدين أصعد معسكرات إلى دول الخليج، ومن ثم إلى دول العالم وأشارك في دول العالم. والحين عندنا بعد فترة تجهيز حق سباقات عالمية وبطولة عالم داشين فيها إن شاء الله. إحنا أول شيء مبارك لك كونك أنت اليوم سفير لهذه اللعبة لدولة الكويت في المحافل الدولية. هذا اللقب أكيد ما جاء من فراغ عبد العزيز، جاء من جهد وتعب وسهر ليالي مثل ما يقولون، عدل؟ صحيح. فشنو يعني لك اللقب هذا اليوم؟
يعني اليوم ماكو شيء صعب على الانسان، يعني احنا انا بلشت كرياضي عادي، بس انا ما اعرف شيء عن اللعبه هذه. فيعني كوني انا اليوم سفير ممثل حق رياضيين الكويتيين داخل وبرا برا الكويت، يعني لي شيء كبير صراحه. هذه مريت فيها خلال الخمس او ست سنوات اللي طافت، نفس ما قلت تضحيات صارت انت ما تشوف اهلك اكيد، يعني في اغلب اشهر السنه خصوصا عبد العزيز بالمعسكرات سواء كانت الداخليه والخارجيه، انت لما تعسكر خلاص ما تشوف احد. بالضبط ما تشوف اهلك، يعني حتى ان الاكل عليك بالحسره. النادي 24 ساعه مجابله. غير كذي احنا اصلا يعني مدربين في هذه في هذا سبورت الرئيس، الواحد يعطي كثر ما يقدر حق اللعبه اللي هو يحبها، وان شاء الله من انجاز لانجاز، وراح تلقون ان شاء الله سفراء كويتيين كثير ان شاء الله بالسنوات القادمه والايام القادمه ان شاء الله. العزيز بالمقابل، هل اللعبه لها مده زمنيه للانتهاء ام هي من الاسرع من اللي يوصل اول؟ هي نفس ما ذكرت من قبل انه هو يعتبر سباق جري، المنظمة تحط نقطة بداية ونقطة نهاية، يمر فيها المتسابق بأكثر من تضاريس وبأكثر من عائق أو مانع. ما في وقت معين، بس إنه كثر ما المتسابق قدر إنه يخلص السباق بأسرع وقت أو أسرع فترة زمنية يعتبر هو الفائز الأول. وسباقات أقصر وقت أنت قدرت تحققه؟ والله ما يحضرني، انا وايد سباقات يعني شاركت فيها، بس ان في من سباقات قدرت اني اخذ فيها الرابع او الخامس. يعتبر يعني ما اقدر اقول لك وقت كثر ما اقدر اقول لك انه يمكن الدول ايه اللي تفرق او تضاريس الدول ايه اللي تفرق. اليوم سباقات عمان احنا دشينا فيها يمكن سنه 2018، بس لما انتقلنا حق اسيا او اوروبا يعتبر سباق ان الخليج يعتبر ارض سيده بالنسبه لهم. يعني احنا كنا نصعد 3000 متر فوق، يعني احنا صاعدين جبل نطالع طياره الهليكوبتر يمكن تحتنا. فهذا الشيء تحدي كبير لنا ان احنا كل ما تصعد عبد العزيز يمكن النسم يقل عندكم او الاكسجين يقل. الاكسجين يقل عدل، الاكسجين يقل يعني فوق هذا كله ان تكون في حواجز صناعيه من قبل المنظمه. فصعوبه على صعوبه. يعني هذا بروحه انجاز، والانجاز الحلو انت لما تخلص السباق هذا تحس بفخر وتحس انه صح مثل ديرتك بافضل وجه ومثلت نفسك ورياضيين اللي داخل الدوله. أكيد طبعًا. كم لاعب عبد العزيز يشارك في السباق نفسه؟ وهل الرياضة هذه محتكرة على الرجال فقط ولا ممكن النساء يشاركون فيها الرياضة؟ يعني من خبرتي السابقة يمكن أنا شاركت بوايد سباقات داخل الكويت، قصدي خارج الكويت في دول الخليج وفي آسيا وفي العالم. إذا كان المشاركين الرجال في السباقات هذه من الكويتيين 10، فأعرف إن الإناث 20 الى 25 متسابقه. فهذا شيء وايد زين. فهذا شيء وايد زين، والحلو ان نشوفهم على الستيج وقاعد ياخذون مراكز في كل المحافل الدوليه. بس البطوله الجايه انا ونجله مشاركين باذن الله ليش شارك. بس حدنا بالكويت اي حدنا، بس بدون موانع احنا بس نركض سيده ان شاء الله بالكويت، وان شاء الله بدون الموانع وتتحدون نفسكم وتشوفون ان هذه الرياضه يسوى ان الواحد يعني كل الرياضه يلعبها باذن الله. الاعداد مجهز لنا بعض اللقطات راح نعرضها على الشاشه، ويا ليت تكلمنا عنها اكثر. خل حط الصور تفضل. ايه هذه تخيل تركب بالماء. ايه شوف بالماء، يعني مو حتى مو بروح، انت بروحك تركض ويا دوب تشيل نفسك. طبعا هذه جزء من الحواجز اللي موجوده، ما هي كلها. في نفس ما ذكرت انا من قبل ان الركض ما يكون ركض سيده او ركض شارعي. دائما في تحديات او ان حواجز اللاعب يمر فيها، نفس ما شفته وانت التب الرمل هذا. أيوه. ترى هذا وزن يعني، وفي سلاسل. كم وزن عبد العزيز هذا؟ يعني يتراوح يعني فوق العشرة. هذا اخذها مني. غير كذي الساند باك اللي احنا نشيلهم سلاسل تشيلها تزحف، ويمكن تسحب قطع حديد ثقيله.
فهذه كلها يمر فيها المتسابق. في وايد يمكن ما 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 نعرض، بس اللي مو معروض يمكن يكون اصعب من المعروض. حلو هذا التنوع في السباقات، وحلو ان الواحد يتحدى نفسه في هذا النوع من السباقات. اليوم يمكن انت تو ذكرت ان البنات يمرون ترى بنفس الحواجز اللي يمر فيها الشباب، فهذا شيء فخر ان تشوف كويتيين وكويتيات يجتازون السباقات هذا وياخذون المراكز. لو نلاحظ نشوف عبد العزيز، يمكن التمارين او العوائق اللي انتم قاعد تقومون فيها اشبه بالتدريبات العسكريه، يعني قال لاحظ الزاحف، المشي بالماء، فكره غريبه. يعني شلون وخذت هذه الرياضه؟ شلون تاسست؟ من الدوله اللي اسست الرياضه هذه؟ صحيح، هو امريكا طبعا. معنى سبارتن جاي من اليونان، جاي من اليونان، ارض اليونان، المحاربين اليونانيين. وحبوا انه يعيشون المتسابق شنو اللي مر فيه المحارب اليوناني من صعوبات. صحيح. فمارسوها على ارض الواقع وسووا المتسابق. يمكن متسابق سبارتن ريس يختلف عن المتسابقين الباجين. متسابق الرئيس ما نفس ما ذكرت يمكن يكون فترة إعداده صعبة حيل، يعني لازم ياخذ الركض يستمر فيه، أو لازم يتمرن تمارين مقاومة للجسم، تمارين الهت والتمارين هذه اللي تساعد على النفس، زيادة على ذلك التغذية. فهذا كله يمر فيه لاعب السبارتن ريس. فتقريبا اللاعب السبارتن ريس هو اللاعب الشامل اللي ممكن من تحطه بأي رياضة راح يمشي فيها. هذه السبارتن ريس مدرجه في الالعاب في الاولمبياد، في الالعاب الاولمبيه راح تكون ان شاء الله مدرجه في الالعاب الاولمبيه 2028 ان شاء الله، وان شاء الله تلقون كويتيين كثيرين يشاركون ويحصلون على مراكز. احنا عندنا ابطال كويتيين اليوم قاعد تسلطون، يعطيكم العافيه، قاعد تسلطون الضوء على الرياضه. مستقبلا راح يكون عندنا ابطال كويتيين عالميين وابطال اولمبيين كويتيين. اليوم احنا نفتخر فيك انت عبد العزيز، وايضا على ما اعتقد محمد الشطي أيضا نوجه له تحية، هم لاعب ومميز في هذا المجال. يوسف الشطي، أنا آسف يوسف، أيضا ما شاء الله تبارك الرحمن حقق إنجازات كبيرة، وأنتم امتداد لهذه الرياضة، وإن شاء الله القادم أجمل وأجمل، ونشوفكم في بطولات قادمة عبد العزيز، التحضيرات القادمة حق البطولات الجاية شنو عندك؟ التحضيرات الجاية يعني فترة إعداد بلشت يمكن قريب، صار لها أسبوعين اليوم. يمكن أنا الفير رايح راكض، فترة الركض هذه راح تستمر إلى بداية الموسم في الدول، في دول الخليج. أنت تدري اليوم إحنا نبلش بالكويت وبعدين ننطلق إلى دول الخليج على أساس إنه تكون نفس التضاريس أو مقاربة. الفترة الجاية من شهر 9 راح يكون عندنا سباق في إيطاليا، ومن بعده بطولة العالم راح تكون باليونان في أرض سبارتا نفسها. بعدها راح يكون في بطولات الشرق الأوسط، راح يكون بالإمارات، ومن ثم عاد الموسم يبلش في كل الدول. فلكل يعني في كل دولة راح تشوف بصمة كويتية إن شاء الله. الله يوفقك يا حبيبي. بإذن الله. ألف مبروك لكل الشباب والشابات الكويت لهذا التفوق والتألق في هذه الأصعدة، مغربة عليكم. شكرا لك عبد العزيز على الحضور، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق وكل الذهب بإذن الله. أنا شاكر لكم على الاستضافة الطيبة، يعني استضافة يعني عرفت الناس شنو هو سبارتن، وإن شاء الله نشوف الكل متميز في هذه الرياضة. وشاكر لكم مرة ثانية على تسليط الضوء على هذه الرياضة. تستاهل يا عبد العزيز من هاللعلة إن شاء الله. وإحنا دائما أقول أنا حق نجلة، إحنا طماعين، وغير الذهب ما نبي، مثل ما عودتونا على الذهب استمروا على الذهب بإذن الله. حبيبي يطول عمرك. إذن مشاهدينا راح نكملين معاكم، وراح نستقبل ونسلط الضوء على إنجاز وإبداعات الشباب الكويتي. راح نشوف معاكم هذا التقرير، وهو لأحد هذه النماذج. من بعدها راح ننتقل معاكم إلى ضيفة جميلة جدا، راح نتكلم معاها عن عالم الأزياء والأقمشة.
بلشت السالفة أي شيء يخترب أسويه. ما بلشت بالخشب ولا بلشت بالحدادة ولا الكهرباء، كانت أي كان أي شيء يخترب عندي أصلحه على طول. عدة ما كان عندي، كان عندي عدة بسيطة كلش. شريت شنو يخترب عندي أشتري. اخترب عندي مثلا جهاز معين، احتجت نوع من الدرنفيسات المعينة، رحت شريت وكيفت نفسي وصلحته. ما قدرت أصلحه، أحاول أن هذا الشيء ما ينقط، أخذ البراغي مالته أقعد أفتشت كذي وهذا وأعزل كل شيء بروحه. بعدين قمت لا أطور نفسي، أثقف نفسي، قمت أطالع الرؤية مالتي اختلفت. قمت أشوف أي قطعة فنية أشوف شون صارت، ودي أني أسوي شيء أحلى منها. فأقعد أخطط، أمزج، أرتب أفكاري، أشوف شنو العناصر يحتاجها عشان أنفذ قطع وايد حلوة. ما خليتها يعني فرصة للإحباط في داخلي. كنت أشوف أن هالخشب مو متوفر مثلا بالكويت، أدور أشخاص يمتلكون الخشب، أطلب من برا، أنطر متى ما توفرت هالخشبة اللي أنا بشتغل فيها، ما أستعجل، أخطط عدل وأسجل أنه والله مثلا هذا المشروع أبي أسويه. كانت عندي خشاب وايد حلوة ما اشتغلت فيها، لكن لما صارت عندي المخرطة ما جازفت بالخشبة واشتغلت فيها على أي مشروع، لا خليتها لما صارت عندي المخرطة اشتغلت فيها وسويت منها منحوتة حلوة. ليش؟ لأن أدري ألوان هذه الخشبة ما تتكرر. طورت هذا الشيء شلون؟ لما أنا أشوف هالمعدة مو موجودة أسوي سيرش أطلب المعدة هذه، زينة كملت فيها، مو زينة أدور معدة ثانية تخدم هالشغلة هذه. ما كنت أيس أروح السوق هني ما ألاقي أشياء وايد. كنت شو أسوي لما أسافر برا؟ أتعمد أني أزور الأماكن اللي تبيع عديد. هذه الأشياء فتحت لي أبواب على شغلات ثانية. يعني اليوم كنت لما أشتغل بخشبة منحوتة حلوة ودي أدخل إضاءة داخلها، اشتغلت بالكهرباء، شريت عدة كهرباء دخلت الإضاءة فيها، شفت لا كنا يبي لها ستاند من حديد، شريت عدة الحديد، قمت تعلمت اللحام، قمت ألحم سوي، فقمت أركب الأجزاء مع بعض. شفت نفسي قاعد أتغلب على وايد صعوبات ولا أحط حق نفسي حواجز. أنصح أي واحد حاب إنه يشتغل بيده، أول شيء حاول تسوي الأشياء البسيطة بالبيت، علق الكراف، بدل لك بايب، بدل لك حنفية، سو أي أشياء بسيطة. الأشياء البسيطة هذه راح تخلي عندك عدة مبدئية، تخلي عندك إسبانة، درنفيس، مطرقة، هذه أشياء عادية موجودة عندك. لما أنت تيجي تمارس هذا الشيء راح يصير في عندك شغف إنك تصنع أشياء أكبر من كذي، راح تشوف الأشياء اللي سويتها وايد سهلة، أبي أسوي أشياء أصعب. هذا الشيء بالاستمرار راح يخليك متميز، مع التميز راح يخلي عندك شيء اسمه احترافية. ما راح تعطل في إنك تصلح أي شيء، راح يصير عندك ثقة عالية. أي شيء يخترب عندك بالسيارة راح تلاقي نفسك خل أبطل أشوف شنو المشكلة، يمكن شغلة بسيطة أقدر أسويها. لكن إذا بتسكر هالبيبان وبتقول بس أبيب واحد يسوي لي أو كذا وهذا، ما راح تستمر ولا راح تبدأ. الإبداع يكون لما أنت تحط يدك بشيء وتستمر فيه، هني راح يوصلك حق نتائج حلوة. النجاح والمثابرة صفات اجتمعت في ضيفتنا اللي انتقلت من عالم التصوير لعالم الألوان والموضة. ابتكرت خط جميل جمع بين البساطة والإبهار، وساعدتها خبرتها الواسعة في تميزها. سارة الهاشمي حياك الله معانا في الظهيرة. رجعنا لكم من جديد، كل الشكر لفريق الإعداد على التقارير الرائعة اللي تسلط وتواكب إنجازات شبابنا الكويت المبدع في كل المجالات. طبعا يعطيهم العافية. وإحنا في وزارة الإعلام وبالأخص برنامج الظهيرة استقبلنا وما زلنا نستقبل وندعم إنجازات الشباب في المجالات وكل الأصعدة. حاليا معانا سارة الهاشمي مصممة أزياء مثل ما شفنا في الانترو، من التصوير يا سارة إلى الأزياء، حياك الله معانا. الله يحييك، منورتنا ومشرفتنا اليوم سارة. يمكن توا قاعد ندردش قبل لا نطلع الفاصل، كنا قاعد نسولف عن الأزياء والموضة. أنت قلتي لي مو موضة بس أزياء، فإحنا خلينا نفهم السادة المشاهدين اليوم التخصص لسارة الهاشمي، شنو التخصص بالضبط؟
إنزين أنا حتى ما أسمي نفسي مصممة أزياء، يعني مستحيل أقول عن نفسي والله مصممة أزياء. أنا أعشق الخام، يعني بدايتي كانت أساساً I start my own clothing line لأني أعشق الخام. شلون القطن نحط معاه كريب يطلع خام جداً مختلف، شلون حطينا معاه جنز صار هذا اللي خلاني أبدي أصمم. وما أقول موضة لأن الأشياء اللي أصممها بناء على ألوان سارة، سارة تحب الوردي المورد المنقط، فمو شنو والله لون السنة ولا شنو الحين الترند. اي هذه الموضة اللي هي لون السنة. اي اوكي. حتى الألوان سارة ما تتبعين ألوان الموضة اللي دارجة في هذه الفترة، تحبين يكون عندك خطك الخاص؟ لا ما أتبع، مو لأن والله أنا ضد، بس انت لما تبدين في تاخذين مثلا شهر شهرين تحسين ان لا you want to create your own line، تبين انت شنو الشيء اللي انت تحبينه اللي يميزك ويعطيك شخصيه وستايل. اي نعم اي نعم. جميل. اليوم ساره في شغله محيرتني انا شخصيا والله الامانه، تركيبه الالوان شيء صعب ترى مو سهل. اليوم هذه دراسه فن موهبه من الله سبحانه وتعالى. شنو الشيء هذا صعب اني انا اركب الالوان؟ شلون اعرف ان اللون الاصفر حلو مع مثلا الجنز الازرق؟ شلون اعرف كذي اللون الاسود حلو مع الابيض؟ شلون؟ انزين الالوان هذا بعد بحر وايد مختلف، يعني تخصص كامل يندرس. ولكن في اشياء بسيطه احنا دائما نقولها حق الكلاينت، في دائره الالوان بناء عليها انت تختار شنو الاشياء المقابله هي اللي تقدر تلبسها مع بعض. هم أريد وأقول أنت تعرف القواعد وبعدين تكسرها على شنو أنت ستايلك، شنو أنت تميل له. يعني مثلا في ألوان ما تتركب مع بعض. يعني تصدقين في بعض الأحيان أشوف مزج غريب للونين أو مجموعة ألوان يطلع حلو وإحنا بحياتنا ما تخيلنا أو ما درج مثلا أن خلط مثل هذه الألوان يكون بهذا الجمال. لكن أنت قاعد تقولين في خلط ألوان سيء أو غير مقبول. هو ما في سيء غير مقبول، ذوق بالنهاية. الذوق الذوق زائد في أحيانا قطعة أنت تلبسينها تطلع عليك جدا جميلة، نفس القطعة هي جميلة أنا ألبسها بسبة مثلا لون بشرتي ما تناسب، قصة جسمي ما تناسب. هم هذه وايد تفرعات مهمة هذا. عالم من العلوم ويعني قاعد يتطور بشكل خلينا نقول سريع. العالم عالم الموضة والأزياء والألوان صرنا نشوف يعني تطور في كل موسم يختلف عن الآخر، يعني ما قمنا نشوف امتداد مثلا للموسم اللي قبله، لا في نقلة كبيرة بالألوان وبالستايل. الحلو الحين أن كل من قام يصير عنده الرغبة أن أنا بتميز، ما قام يتبع أحد، وهذا قاعد يعطي السعة أنه في وايد اختلاف. هذه وايد شيء جميل. لما نيوني الكلاينتس أنا هم أعطي a workshop how to start your own clothing line. ورش. كنت بكلمك عن الورش هذه، أنا كنت بحاجيش عن الورش بشكل عام. أن اليوم هل الورش هذه ساعدت أو وصقلت موهبة سارة؟ أوكي. انت كنت تجاوبين على شيء ثاني، قولي يلا قولي. بالورش دائما اقول حق الكلاينت اوكي انت جاي او انت جاي لان في شيء انت عاجبك، لكن انت وينك بكل هذا؟ انت وين ذوقك؟ انا راح اعطيك القواعد ولكن انت دورك الحين انه تبين منو انت بهالبراند بهالمشروع. لان المشاريع وايد ما شاء الله يعني بالكويت بالعالم. صحيح. ولكن شنو اللي يميز هالمشروع بحيث انا يصير فيني ابي اروح حق هذا المشروع ابي اشتري منه لانه هو متميز ويعكس هويه معينه بهالمشروع. صحيح. حلو ساره. بالمقابل هناك خطوط خاصه فينا احنا كشعب شرقي وهناك موضه غربيه تفرض نفسها على العالم كله، شلون احنا نقدر نوفق بين الاثنين؟ لازم هذه وايد مهمة. نعم. الحين ما في شيء اسمه أنا ما أعرف أو من وين بتعلم. الإنترنت فيه يعني أبحاث، يوتيوب فيه وايد فيديوهات تقدرين تتعلمين الهيستوري شلون دمجوها مع المودرن لاين شلون. لازم أول شيء يكون عند الشخص نوليدج
واشياء بسيطه، معرفه صحيح. معرفه وايد بسيطه، ولكن راح على الاقل الاساسيات، الاساسيات راح تفرق ان انت تصنعين تخلقين تصاميم تناسب انت وين، بحيث ان ترضيك انت من هويه مشروعك وترضي المكان زائد الشريحه اللي انت تستهدفينها. ومو بس كذي، احنا دائما نحط بعين الاعتبار، خصوصا اذا مشروع ملابس وانا خلينا نقول من اولوياتي ان انا ببيع، فانا ابي مدخول. صحيح. هني بعد ندخل بشيء ثاني يعني هني اشوف السوق شنو يبي. شكرا. ولكن ما اعتمد فقط السوق شنو يبي، انا هم لازم احط بصمتي بحيث انا رضيتهم زائد قدمت شيء اضافه. بالضبط. لان شنو الفكره من ان انا اقدم شيء اصلا موجود؟ لازم صح. اقول لهم اتميز. مو بس تتميزين، دائما لازم اقول شنو انا بضيف. بالضبط. باي بالضبط. شيء انا اسويه. دائما اعتقد ان اي مصمم عنده رساله خلف القطع اللي هو يقدمها. فهل فعلا هذه النقطه صحيحه؟ حق بعض الاشخاص، البعض لا، قلت لك قاعد يبطلون فقط مشروع ثاني، لان اعتقد انه وايد سهل ممتع ان انا اصمم. ولكن فعلا كل مشروع يفترض انه له رساله. لما بديت المشروع انا ابي اصمم، كنت ابي اقول حق كل شخص يقتني كل قطعه اكسبرس يور سيلف اندفيدجولي، عبر عن نفسك بالضبط بشكل خاص. يعني انا اليوم شنو ممكن ساره قاعده تعبر لي بالالوان الجميله اللي انت لابستها، الخام او القماش المورد، شنو الرساله اللي انت حابه توصلينها بالستايل اللي انت مقدمته اليوم؟ انا مصممه ساره على نفنوف، يعني انا حرفيا شنو انا مختار، يعني حتى التصاميم اللي اسويها والبسها ساره على تنوره، ساره على نفنوف. هذا شنو انا مسويته؟ أعشق المورد والألوان المنقط. فعلا رسالتك واضحة أصلا. ودائما طبعا كل لون يعكس شخصية الإنسان، وكل لون له معنى. يعني احنا انا دائما يمكن بالالوان هذه مو وايد قوي بهالامور، بس اللي اعرفه انه يعني مثلا بالورود اللون الاحمر يعكس الحب، الاصفر يعكس الانفتاح اكثر، الابيض السلام، فهمت شلون؟ فكل شغله لها يعني افهم بهالامور هذه. لكن دخلنا موسم الصيف، وموسم الصيف حار مثل ما احنا متعودين، في الوان وفي خامات اليوم بارده وفي الوان بارده، نقدر نقول هالشيء هذا؟ أكيد. هو كل موسم له خام معين نستخدمه. يعني مثلا بالصيف نميل حق اللينن، القطن. صحيح. مثلا خصوصا الصباحية غير المسائية. إيه نعم. غير درجة الحرارة تختلف. بالضبط. أي. يعني حتى مثلا الكريب يعتبر خام صيفي، ولكن هو مصنع، فأنت كأنك لابس بلاستيك. مع أنه يعتبر خام صيفي بس حار والله حق الصبح. صح. فقط يلبس مثلا بالليل. بالشتاء هم تختلف. اللينن أنا أشوف هناك توجه كبير لللينن، هل هو فعلا يعتبر قماش مناسب لفترة الصيف بالرغم من يمكن تصاميمه أنه هو يعني كقماش بسرعة يتعفس؟ بالضبط. لكن هل ممكن نعتبرها موضة؟ تشوف جمال الخام. أي. اللينن ينخلط مع قطن بالتصنيع. يتغير 180 درجة، يصير من هالخام اللي بسرعة يتحفز للخام ما يتحفز بسرعة، ما يحتاج بطانة، طايح مرتب، بس لأن نضاف له خام ثاني بالتصنيع. فما في شيء أو لا، هذا فيه لا بديل. ممكن يدشون في بعض، يعني الخامات من تدمجينهم في بعض يطلع لك شيء، يعني كومبينيشن غريب يصير، يطلع لك شيء جديد. هذه بعد هم شغله جدا مختلفه. دائما يقولوا لي ساره الخام جدا جميل وغالي، التصميم جدا جميل، ولكن يوم سويناه طلعت القطعه جدا بشعه. نعم. وهني يدخل مره ثانيه النولج، انزين انت لازم تعرف شيء اسمه فابريك ويت، وزن الخام. مثل ما احنا كاشخاص عندنا وزن، حتى الخام له وزن. فمثلا انا ما اقدر ابي تصميم يكون بف وواقف، ابي اسوي خام مثلا، ابي اسوي بدله، ما اقدر اروح اخذ كريب الوزن خفيف، لا اروح على والله ميكادو. اوكي قاعد اقول اسامي. لا هو اذا نوع الخام ثقيل يكون ثقيل، كريب مثلا
ثقيل فعشان يوقف لي القطعة. هذه هم أشياء ترى بسيطة، بس إنك تبحث فيها يغير من أنت اللاين مالك شنو قاعد تصمم بالضبط. شلون جماله يطلع صحيح. سارة بالمقابل احنا بالكويت يمكن عندنا سوق للأقمشة، أسواق للأقمشة ومحلات كثيرة، لكن هل أنت فعلا تفضلين السوق المحلي انك تدورين فيه ام تفضلين الأسواق الخارجية للخامات والأقمشة؟ شخصيا متعتي اني اكون بين الخام، فتقدرون تطلبون من برا يعني راح حديقه يعني روحها اوه اصلا خلاص هناك لما مثلا اشوف خام جديد المحلات تعودوا علي، فجاه دخل قعدت كذي الم الخام اقول لهم هذا شنو نوعه وين الورقه اللي ابي اعرف ايش كثر قطن ايش كثر، يعني هذه متعتي. انتم تقدرون عادي في الساعه ان تطلبون من برا يجيبون لكم سامبل، بس بالنسبة لي هذه وناستي إني أروح أشوف شنو في خام أخذ قطعة يمكن حتى ما أسويها بس أيه. يعني تظل عندي حلو تجدين الخامات تحتفظين فيهم شيء دش خاطرك تأخذي له إيه يعني بالمقابل شنو الخام اللي يشد سارة اليوم؟ يعني مثلا أنت اليوم دشين شفتي هالخام هذا حتى لو مو عاجبك شكله بس كذي حبيتيه خذيتيه على طول؟ أحشق القطن أيه. الإيطالي الإيطالي إيه أنا أيه. أميل حق الراحة بالملابس أيه. أحب دائما أكون مرتاحة إيه. أحب شيء يكون ناعم على الجسم ما يتعفس بسرعة مه. ولكن مشكلة القطن إنه هو قطن فمو كشخة حق والله مناسبات أي تصميم بالضبط إيه. ما راح يعطيك اللمعة اللي تبينها، يعني أنا كان بخاطري أصمم هالفستان بس قطن بس ما راح يعطي الكشخة اللي أنا او مثلا الطلة النهائيه اللي انت اللي انا ابيها، ولكن القطن الايطالي يعني حرفيا يتورث حق احفادك اذا اعتنيت فيه أوه. من هالكثر جوده وجميل. اكيد طبعا احنا دائما الاوقات الجميله تمر بسرعه، مشكوره وما قصرتي ساره، انا استفدت منك الكثير ولا زلنا ان شاء الله راح نستفيد بالحلقات الجايه، مشكوره وما قصرتي على حضورك وتواجدك وياك. عفوا شكرا ساره على تواجدك. وعبد الله عندنا الحين استطلاع جميل بس انا لازم اسالك السؤال اللي راح يجيب الاستطلاع، تعرف معنات اسمك؟ اسمك سهل سهل حبت من عباد اسمك الله سهل. سهل. شوف الاسامي الغريبه الحين بالضبط عندنا هذا الاستطلاع شنو معنات اسمك؟ أجرى زميلنا عبد العزيز درويش، خلينا نشوف ومن بعدها إن شاء الله راح نستقبل ضيف آخر. حياكم الله في استطلاع رأي برنامج الظهيرة. سؤالنا لليوم شنو معنى اسمك؟ نتعرف أكثر من خلال استطلاعنا، تابعونا. شنو معنى اسمك؟ أنا اسمي حامد، وحامد يعني واحد يعني يحمد ربه ويشكره على كل شيء، يعني الله رزقني يعني كذي، يعني واحد يقول لي يعني قول الحمد لله، أقول له أنا حامد خالص، يعني أنا حامد ما يبي. اسمي اقتداء بالنبي عليه السلام يوسف عليه السلام، النبي طبعا من انبياء الله سبحانه وتعالى، معروف قصصه بالقران مذكوره قصه كامله بسوره يوسف. اسمي حسنه معناه الحسن والجمال والزين. فهد ومعروف شيء اسمه فهد او معروف فهد. اسمي انور ومعناته النور. هذا كان استطلاعنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في استطلاع قادم، مع السلامه. ضيفنا اليوم حلمه إنه يحول الصحراء لغابة، وقدر يبدي بزراعة حلمه بإنشاء أول غابة مثمرة بدولة الكويت، الدكتور عيسى العيسى. حياك الله معانا في الظهيرة.
كان جميل هذا الاستطلاع، يعطيكم العافية. وعبد الله، أتوقع حلم كل مواطن أن يشوف الكويت منتشرة فيها الأشجار في كل مكان، وأيضا أن نحارب التصحر ونعزز الأمن الغذائي خصوصا في الظروف العالمية اللي احنا قاعد نمر فيها. فعلا نجلة، ولكن في شباب كويتي حول هذا الحلم إلى واقع ملموس، وبدوا بالفعل في مشروع أول غابة بالكويت. اليوم بيكون معنا في الاستوديو، في استوديو برنامج الظهيرة، الدكتور عيسى العيسى، صاحب مشروع أول غابة زراعية في الكويت. نقول لك حياك الله، نورتنا وشرفنا في برنامج الله الظهيرة. الله يحييكم، ساعة المباركة، مساء عليكم وعلى المشاهدين بكل خير. حياك الله دكتور. معنا طبعا الكل يعرفك كدكتور أسنان مبدع، وأكيد يمكن شفنا أيضا تميز لك بالمنتجات اللي أنت تحب تقدمها للمجتمع. بالمقابل خلينا نتكلم عن الجانب الآخر في حياة الدكتور عيسى، ألا وهو حبه للزراعة. ليش هذه الرسالة مهمة عندك؟ أوكي، أنا طبعا حبيت بالنحل ووايد حبيت النحل، وشفتهم إيش كثر يعانون، وأي نحالة وأي شخص حتى يعرف أي شيء عن النحل بالكويت، النحل يموت بالكامل تقريبا بالصيف. فقعدت تعرفين انت لو عندك يعني قطو ولا عزك الله كلب بالبيت وعلاقتك فيه حلوه وتحبينه، ما ودك تشوفينه يموت. يوم طبعا ففي طريقتين انك تغذين النحل، يا تغذينه بالطريقه يعني اللي تساعد النحل باسلوب غير صحي، اللي هو تغذينه شكر او فيمتو او كولا او واتيفر، او ان تزرعين له اشجار. فانا خذيت هالمنحنى هذا وبلشت ازرع. بس بعدين تعرفين عاد مخ الدكتور، لقيت أشجار عقب سنة توصل من 30 تكبر بس 10 سنتي، وشجرة تكبر مترين. استهواني الموضوع، صار كورونا ماكو دواوين، كان أركز بهالموضوع عدل وأسوي تجاربي. صار الحين 6-7 سنين أزرع من 2016، بس آخر 3 سنين اللي سويت فيها تجارب، درست علمين، خذيت من هني شوية وهني شوية، ووصلت حق نتائج مذهلة الصيف اللي طاف واللي قبله. اليوم يمكن دكتور الكل يستغرب من يسمع مشروع تحويل الصحراء إلى غابة، كلمنا عن فكرة المشروع وشلون، ليش الغابة تحديدا؟ أوكي. أنا ببتدي بآية قرآنية في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أروع طريق أنك تزرع أنك تشوف رب العالمين شلون أسس الزراعة وشلون بنى الغابات. الأشجار تموت على بعض، سبحان تحب الله. تلصق ببعض. افضل طريقه انك تزرع، مو انك هذه الطريقه اللي احنا عيننا متعوده عليها، شره 10 متر شره. صدقين نجله، لما تزرعين الاشجار يم بعض ويتداخلون يساعدون بعض، يظللون على بعض، يصدون تيارات الهواء. والمذهل العلم اللي اكتشفه اخر 10 سنين ان الاشجار تغذي بعض، يعني شره هني وشره هني، هني في نيتروجين مثلا، خلينا نقول في معدن، هني هالشره ما عندها، الشره هذه تاخذه وتوصله حق هذه، لان من صالح للشره هذه ان هذه تبقى تظلل عليها، ناس ما قلت لك تصد تيارات الهواء. فبالتالي الاشجار تغذي بعض وتساعد بعض وتظلل على بعض. الظل من اهم الشغلات اللي لازم نسويها حق التربه اذا نبي الاشجار تعيش. صحيح دكتور. بالمقابل وين الأماكن اللي قررت أنك تحولها إلى غابة، وسبب اختيارك هذه الأماكن تحديدا؟ أصعب الأماكن لاحظت، لأن إيه يعني رمل يعني رمل، عرش الرمل كنا رمل بحر كذي كله ملح، صعب جدا انك تزرعين فيه. بس تدرين ليش؟ لان انا مو داش تجاره ولا داش ابي انتج لاسباب ماديه، انا ابي اهدي هالنجاح للكويت. اذا نجحت هني معناته نقدر ننجح باي مكان بالكويت. وين اخترت؟ حال بقول لك، احنا عندنا مشكله الرعي الجائر بالكويت اللي ما له نظم تنظمه. فحاليا بس لما الاشجار تكبر شوي ودي اخش اكشف لكم ان شاء الله ولا جنوب تقريبا، بس جنوب جنوب جنوب. الحين بعد هم زرع داخل مزرعه رجل اعمال، قال لي انا وايد عاجبني موضوع الغابه، ممكن تسوي لي؟ قلت له حاضر، لان احنا راح ننتج بعدين غذاء من الموضوع. هي البدايه راح نزرع اشجارنا الصحراويه اللي تتحمل جونا، بس بعدين تحتها بظلها نقدر نزرع وايد اشياء. فالهدف بعدين ان نزرع فواكه متعدده نساعد الامن الغذائي وننتج. وانا حلمي ان الناس ان شاء الله ياخذكم على يوم معاكم سلتين وتقطفون من هالثمار ان شاء الله، اللي نسقيها مره بالاسبوع، ونقدر من هالتربه الصعبه او من هالرمل الصعب ان ننتج افضل واطيب الفواكه بإذن الله. اليوم وانت قاعد تسوي هالمشروع هذا دكتور، ما اكتشفت انه مكلف؟ تصدق العكس، أنا ما ودي أتكلم صراحة، ليش؟ أبي أنجح أول، لأن تدري تتكلم بالتكاليف تضر أشخاص معينة، ممكن هي تضر الغابة. يعني الزراعة بشكل عام مكلفة ولا مو مكلفة؟ رخص التراب أوف والله العظيم،
شيء مذهل مذهل. اذا تبني وتاسس تربتك صح وتستخدم مواد عضويه راح نقدر نقلب الكويت جنه برخص التراب في كل مكان. والله حمسنا دكتور. المقابل عندنا لقطات راح نشوفها للمشروع ونعلق عليها لو سمحت. هذه شنو الحين؟ هذه الغابه الثانيه. هذه مزرعة أحد رجال الأعمال تواصل معي، هذه أحدث طريقة سويتها، هذه يسمونها ديب بيد فارمينج، تحفرين متر وتحطين مواد عضوية تحت، المواد العضوية تتحلل وتصير سماد، وأروع مغناطيس للماء هي المواد العضوية. مشكلتنا تربتنا رملية فيها عيبين، فقيرة بالمواد العضوية وفقيرة باحتفاظها بالماء. إذا حطينا تحت كذي نحافظ أقل كمية ماء راح تظل أسابيع وأشهر، وبالتالي ما نحتاج نتكلف بالماء، راح نوفر وايد بهالطريقة. متى تتوقع الغابة هذه تقوم يعني تصير مكان أو نقدر نقول مكان سياحي؟ خلنا نعرف الغابة. الأمم المتحدة شلون تعرف غابة؟ مساحة 5000 متر على الأقل، نص هكتار، فيها أشجار ارتفاعها 5 متر تغطي على الأقل 10% من المساحة. يعني إذا مساحتك 5000 تبي 500 متر متغطي بالكن، لو طالع بدرون أو من فوق تلاقي 10% متغطية. عشان توصل 5 متر تحتاج بالوضع الطبيعي من 3 إلى 5 سنين. بس أنا إن شاء الله إن شاء الله حاسس إنه ممكن تصير قبل هالوقت، إن شاء الله 2.5 إلى 3 سنين بالكثير الموضوع يسمى ويسجل غابة. غابة. تبارك الله. مجتهد. أنا قاعد أشوفك مجتهد. حماس حماس نعم. أكيد. أنا ماهر. أنا نوعي مو راعي هبة. بس لما أدش بشيء خلاص ماكو، لازم أقوى شيء بالدنيا. عرفت شلون؟ يعني أصعب تربة أنجح إن شاء الله أشجار. ولا وما راح اعتبره نجاح للي صار طعم مميز. واللي قاعد اتعلمه انه اذا رحت للمبادئ الطبيعيه اللي رب العالمين حطها في الارض، تروح حق هالمبادئ هذه وتخلي الاشجار تغذي التربه والتربه تغذي الاشجار، هني تطلع احلى طعم. طعم الفاكهه اليوم مو نفس قبل 100 سنه سابقه. صحيح. الادويه والمواد الكيميائيه والاسمده الصناعيه غيرت طعم الفواكه. اذا رحتي للمواد العضويه تروحين للطعم الاساسي، البرتقال وايد طعمه اقوى، التفاح وايد طعمه اقوى، وهذا المدي. المانجا اهم شيء. المانجا حلمي المانجا، انا المانجا حاطها ببالي ان شاء الله باذن الله. وقاعد الاحظ انك تحب الاشياء اللي فيها صبر، يعني كدكتور اسنان انت مضطر تصبر على نفسيه كل مريض يجيك وتكون مبتسم عاد انت بلايتنا وتشوفين الظاهر. بالضبط. وبالمقابل ايضا الزراعه تحتاج صبر طويل عشان تشوف النتيجه، خصوصا في بيئه مثل بيئه الكويت. بس لذه لذه يوميه، خصوصا اذا زرعت يم بيتك يم دوامك او بالطريق، وانا زارع بكل هالاماكن. لما تشوفين الشجره تكبر نجله كأنك تشوفين ياهل يكبر. هي مو صبر كثر ما هي لذه اسبوعيه بصراحه، او حتى يوميه التغيير. بس انا احب افتش واروح، عرفتها يعني مو كل يوم. لما تغطين اسبوع اسبوعين تشوفينها، والله لا والله هذا كبر، هذا طلع ورده فجاه، ولا طير يعني الحين الغابه زرعناها شهر 2 الحين في طيور عششت، والطيور وايد مهمه حق نجاح الغابات، يساعدون تكامل دوره الحياه اللي في التربه. راح يدعو لك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. لانه ما يلاقون مكان هني. انت وجدت لهم المنزل، وجدت لهم المكان. بالضبط بالضبط. انا قاعد اقول ان شاء الله الطيور بسم الله. الشره للحين يا دوب غصنين بس، يا والله وحط طير، حط عش وتكه هناك، وانا وايد سعيد فيه. ممتاز. انا قاعد اشوف شغله يا دكتور، انت حاط لنا اعتقد طحين وتوست. ايه. عدل؟ صح. انزين، وكوبين ماي. صح. شنو هالتجربه هذه؟ إذا تبي تنجح بالزراعة المفروض ما تفكر أنك تغذي للشرة. إن غذيت للشرة كأنك عطيت أحد سمكة. أنت أي أحسن تعطي واحد سمكة ولا تعلمه يصيد سمك؟ وتعلمه يصيد؟ يا عيني عليك. إحنا بنعلم أشجارنا تصيد. حلو. عن طريق تغذية التربة. إذا غذينا التربة خلاص عقب 3-4 سنين بس تبدي تظلل للتربة، تقريبا ما تحتاج حتى تروي الأشجار. أنا راح أظل أروي لأني بزرع النباتات. صحيح. المنتجة للغذاء، ولكن الأشجار الغير منتجة للغذاء نقدر أن إحنا عقب 2-3 سنين نتركها بالكامل إذا بنينا التربة صح. الحين إحنا عندنا مشاكل وايد تحلها التجربة. مشكلتنا الرئيسية اللي حاشتنا آخر شهر هو الغبار. الحين بسألك سؤال، أول شيء الطحين هو المادة الأساسية حق الخبز صح؟ احنا صح. بس شو نسوي في شرط أساسي عشان الطحين يصير خبز؟ يتخمر صح؟ بالضبط. حياة ويضاف عليه فطريات. اي وينضاف مواد. أيه. بس العنصر الأساسي هو التخمر. صحيح. واللي يصير عن طريق الكائنات الحية. بالضبط. نفس الشيء الفرق بين الرمل والتربة. في فرق كبير. الرمل تمسك رمل ماكو حياة، تمسك خمطة إيد تربة تلاقي فوق 10 بلايين كائن حي داخل خمطة إيد واحدة. سبحان الله. شوف الفرق. أيه. شي يصير بالتربة تمسك وتصير هذا. الحين أنا لو أسألك سؤال من غير ما حتى نسوي التجربة، ما بيعفز لكم الاستديو، لو أنفخ هواء على الاثنين تلقى في فرق طبعا. شنو راح يصير؟ الطحين راح يطير ويتبعثر، والتوست أو الخبز لا.
كذلك حال الرمل والتربة. في حال الرياح الرياح راح يطيره ويصير غبار هني لا، وكذلك المطر. احنا ما عندنا مشكلة مطر بالكويت، مطرنا شحيح، ولكن التجربة حلوة ان تبين لنا شلون تأثير المطر على هذا. بحط نص القلاصة هني وهذا انا قاضر، فشوفوا ايش صار معي. الطحين راح على الجنب، اختفى يا عيني عليك. الحين انت اذا سمت أرضك وتعبت عليها، أهم جزء في التربة هو أول 20 سنتي، إذا سمتها وتعبت عليه ما تبي يروح، سواء بالهواء أو سواء بالمطر أو أي عوامل تعرية ثانية. فهذا الفرق، شوفوا شلون. خلنا نزود شوية ماء هني لأن يعني صراحة الماء اللي حطيته على الطحين أكثر، بس عشان تبي فير. أنزين لاحظوا التربة مثل الإسفنجة تشفط الماء وتحافظ عليه، تمتص. لو أقول لك يعني أنت كل الدراسات تقول إن بعد بالكثير 30 سنة لتر الماء راح يكون وايد أغلى من النفط حتى، صحيح. لأن كنز كنوز الدنيا الماء، والكويت قاعد تخسر أكثر من 90% من المطر اللي ينزل على أرضها. إذا صج تخيل أنت دولة ثانية مو نفطية وأقول لك إن خلال 30 سنة تقدر تسوي كنز نفط في الأرض، شنو تتوقع الناس تسوي؟ تبدي تسوي هالشيء عشان تطلع نفط، صحيح. إذن الماء أغلى، الماء أصلا جزء من حياتنا ما نقدر نعيش من غيره، صحيح. حلو أن نحافظ عليه، أن نحول الرمل حق تربة عشان نسوي الإسفنجة هذه ونحافظ على الماء تحت ونزيد مياهنا الجوفية اللي بتساعد أحفادنا بالمستقبل أن يعيشون ويزرعون. فهذه تجربة عشان شلون نحافظ على ترابنا الغالي، أن نحوله حق تربة عن طريق ان احنا نرجع حق المبادئ الرئيسيه للغابات وناسس التربه صح، وكذي وايد نسهل الزراعه. كلامه ممتع يعني بالمستقبل. احنا قاعد نسمع المحاضره يعني صرنا مثل يقولون على رؤوسهم الطير، قاعد نتخيل ورحنا بعيد. دكتور بالمقابل شنو انواع الشجر والنباتات اللي انت قاعد تحضر انك تزرع فيها؟ شوفي احنا عندنا مشكله الحر الشديد. الحر الشديد بالكويت ترى معظم ايام السنه جونا حلو، احنا مشكلتنا بالصيف هالايام من شهر 6 لشهر 9. فلازم اذا بنبني او بنبي نسوي صدات رياح، نبي نحول الكويت حق غابات، نبي نسوي اي مشروع زراعي، الخطوه الاولى باول سنه نزرع نباتاتنا الصحراويه اللي تتحمل الحر، صحيح. هذه معروفه، السدر، الطلح، السمر، الاثل وغيره، في وايد اشجار. بس يكبرون هذولي يظللون، درجة الحرارة بالظل تختلف عن درجة حرارة بالشمس. الحين وايد أسهل تقعد بالظل من تقعد بالشمس هالأيام، صح. نفس الشيء، فمجرد ما وفرت الظل تقدر تزرع كميات أكبر من النباتات اللي تقدر تنتج لنا أنواع أكثر من الغذاء. أنا شحاتي يا جماعة شوفوا، يعني شفنا وباء وشلون أثر على الشحن، شفنا حرب والحمد لله الحرب الحين صغيرة، بس يعني تخيلوا تكبر ويأثر على الشحن. إحنا نستورد 99.9% من أكلنا، صحيح. يعني لو يصير شيء بالشحن شعبنا وايد مهدد. عشان كذي لازم نبدي نعتمد على نفسنا وبننتج، صحيح. لو كمية بسيطة، لو نبتدي بخمسة 10% ونصعد شوي شوي عن طريق إن إحنا نستصلح الأراضي. إن بالمستقبل نتمنى إن نكون عندنا اكتفاء ذاتي. يا ريت. إن لازم إحنا نعتمد على نفسنا مثل أغلب الدول. نقدر نقدر وبتكلفة بسيطة، بس بتكتيك صح وبتخطيط صح. كي خطة واضحة وترى ما تطول 5-10 سنين أنا أقدر أنتج لك وايد أشياء. بس هذه دكتور يعني مشكلة عالمية بالغذاء، يعني ما هي محصورة على الكويت أو على دول الخليج، آسيا غيره، على مستوى العالم. صح إيه ولا بس من أي ناحية قاعد لأن صح التربة بشكل عام على مستوى العالم والسبة الأسمدة الكيميائية قاعد تتعب، صح. ولكن في دول وايد قاعد تنتج، شلون قاعد نحصل على الأكل؟ هم قاعد يصدرون لنا، لو هو عندهم نقص كان ما صدروا لك. أنا أتفق وياك، هو الاكتفاء هذا لابد منه، يعني الخطوة هذه جدا ناجحة 100%. أي حضارة إيش فائدة السيادة إذا أنت ما عندك أمن غذائي؟ فهمت قصدي؟ حدود وسياسة وسيادة وجيش وشرطة، بس إذا بالأخير ما عندك أكل ما راح تقدر تحافظ على شعبك. اتفق، صح. جميل. بالمقابل كل هذا العمل اللي أنت قاعد تقوم فيه دكتور، هناك أكيد فريق خلف هذا النجاح، صح. صحيح؟ صحيح. ولا هو نقول مجهود فردي؟ لا لا أكيد لا، عندي فريق، عندي مهندسين، عندي مراقبين، عندي عمال متطوعين. بس أمانة أنا مشروعي بالأول، الحين أنا غابتي الأولى عبارة يعني قاعد تكلمين 9000 10000 قولي 10000 متر مربع. فريقها الجهد اللي احتجته يوم الزراعة محدود لأن الأرض محدودة. نعم. إذا فتحنا راح نحتاج فرق، وأنا بالأكاونتي بالإنستغرام مال الغابة عندي فوق 1000 متطوع
جاهزين تمام. وأكيد رح نستعين فيهم لما يصير وقت زراعة حقيقية اللي هو بس أثبت نجاح الغابة إن شاء الله رح نبدي ناخذ أماكن أكبر وإن شاء الله نسوي شيء أكبر. أكيد في الفترة الأخيرة بدينا نشوف وعي كبير من الشباب الكويتي بأهمية الزراعة. كلمنا دكتور اليوم شلون تشوف الوعي المجتمعي هذه لهذه المشاريع البيئية بشكل عام؟ شوف عندنا وعي وترى طول الوقت عندنا وعي، يمكن السوشيال ميديا قمت تسمع عنه أكثر. المشكلة أن في 5 مشاكل عندنا بالكويت تعوق النجاح هذا، حتى لو اجتهد ساعات المشاكل البيئية تأثر عليه، وساعات كذلك في مشاكل في الشخص نفسه اللي هو مثلا ما يصبر أو تعب أو تكلف وايد أو ما راح بالطريق الصحيح. أهم شيء الاتجاه، البوصلة اخترعوها قبل الساعة، فالاتجاه وايد أهم من الوقت. صح. إذا زرعت صح وقاومت هالمشاكل هذه نتائجك راح تكون أكبر وأفضل، وأنت اللي شفتها راح تتحمس وتكمل. نحيي الشباب على مجهودهم، أكيد وايد أكو ناس ناجحة وقاعد تعطي، ونتمنى بعد أكثر إن شاء الله. نتمنى أكثر، وهم بالفترة القادمة نبي نعرف إذا لك مشاريع أخرى سواء زراعية أو غيرها. إيه لا إن شاء الله، الحين قاعد أسوي ثاني غابة في مكان محدد، وأمانة إن شاء الله عندنا تعاونات مع هيئات بالدولة علشان نسوي إن شاء الله شغلات على مستوى دولة بإذن الله. هذا أهم نقطة، يمكن أهم نقطة وايد وايد مهم. هذه صج الهدية اللي ودي أهديها حق الكويت، إن ننتج ونزرع، خلينا نقول نزرع في البداية أشجار كميات كبيرة تفيد البيئة، تفيدنا ضد الغبار، وبعدين عاد إن شاء الله ما تدري وين الله يوديك. صراحة دكتور أنا أشكر النحلة هي نقطة البداية لكل هذا اللي احنا قاعد نسمع اليوم. كانت ملهمة جدا للأمانة. صادقة والله صادقة. على طاري النحل، دام ذكرتي النحل انا برجع لك شوية لورا. العسل شيء لذيذ وشيء جميل والوان مختلفة وانواع كثيرة. اليوم اذا قلت لك دكتور شنو افضل نوع من انواع العسل انت تفضله شنو؟ انا شخصيا انا احب العسل الكويتي، وايد احب العسل الكويتي وغيره، السدر الكويتي وزهور ربيع الكويتي، كذلك العسل الفرنسيه اللي انا جبتها او قدرت اوصل لها صار مميزه معنى الكلمه. المنوكه انا اعتقد هو ممتاز عسل، ما عليه كلام، اكثر عسل تم عليه دراسات، مبالغ بدراسته ومبالغ بسعره وجهه نظري، ولكن فعاليته ما يختلف عليها اثنين. بس اذا تسالني شنو افيد عسل، وايد انسال هالسؤال، انا بقول لك شنو افيد فاكهه، شنو افيد خضره، التنويع بالخضره والفاكهه افيد، كذلك العسل. صح. كل ما تنوع بالانواع كل ما افضل، اهم شيء يكون عسل اصلي. شكرا دكتور. الله يسلمك. كل الشكر لك على تواجدك اليوم معنا، حمستنا فعلا ان احنا يكون لنا مشاريع مشابهه ويكون لنا هذا الاثر الجميل بالمجتمع. وشكرا انك قاعد تخلي كل الناس تشارك ترى في هذه الامور. انا شاركت يمكن مره معاكم في موضوع زراعه، وايضا كان هناك مشروع اخر للاسف ما قدرت اي بسبب ارتباطنا بالبرنامج، لكن انت مثال جميل للشباب وللعطاء للوطن. شكرا لك دكتور. شكرا لكم لوقتكم. طول لي عمرك دكتور، مشكور وما قصرت على قبولك الدعوه وحضورك في برنامجنا. نورتنا الله يسلمك. هذا ابرك الساعات هذه، نورتنا. وصلنا معاكم مشاهدينا لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم في الاسبوع القادم ومواضيع جديده وضيوف مميزين كالعاده. شكرا على المتابعه، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه.